السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إليكم هذا الخبر العاجل. أكد النائب عن تحالف السيادة مشعان الجبوري الأربعاء عدم تسلمه قرار إسقاط عضويته من المحكمة الاتحادية، وفي تصريح مقتضى بتاريخ 18 آيار 2022 قال الجبوري: لم نستلم أي قرار يتعلق بإسقاط عضويتي، كما أن المحكمة الاتحادية وللمرة الأولى في تاريخها لم تنشر نص قرارها الذي مضى عليه يومين.